سيف، ايه اخر الاعمال اللي انت عملتها واخر حاجه انت غنيتها؟ انا غنيت ابن الشهيد مع الاستاذ عمرو مصطفى وكلمات شاعر تامر حسين، وعملت قبلها انزل وشارك للدستور والحمد لله يعني اتشهرت شويه يعني الحمد لله. سيف، مين اللي بيشجعك او بيدعمك عشان تكمل في نقطة الغنى؟ ماما في البيت، ماما وفي بره البيت الاوبرا. طب بالنسبة للمدرسة اللي انت فيها، في حد من مدرسينك بيتكلم معاك في الغنى او بيشجعك؟ لا يعني هما اللي هما بينصحوني يعني بس. مفيش مدرس معلم معاك في المدرسة؟ لا محدش أثر فيك؟ لا طب حبك للرئيس السيسي جه ازاي؟ انا قابلت الرئيس السيسي طبعا اكتر من مره، واداني درع قوات مسلحه، ودي شرف كبير اعتز بيه طبعا، وهو فعلا شخصيه متواضعه جدا جدا يعني، و مش عارف، لا فعلا في كل يعني الصفات الحلوه جدا، الصبر والتواضع وال مش عارف اقول، فعلا انا بحبه جدا من ساعه الرئيس يعني. طب احنا انت غنيت حاجة في الأوبرا ودخلت فيها اسم لا المشاهير؟ مش في الأوبرا دي، كانت في حفلة لوزير التربية والتعليم. طب ممكن تسمعنا مقطع؟ حاضر. يا سيسي المحبة بشير السلام، جمعت الحبايب في موكب سلام، يا سيسي المحبة بشير السلام، جمعت الحبايب في موكب سلام، في مصر الحبيبة كبدر التمام، جنودك بواسل في ظل العلم، عظيمة يا مصر يا أرض النيام. سيف، مين مثلا في الحفلة؟ في الغنى؟ في الغنى، وخلينا في الغنى الأول وبعد كده نقول في الحياة العامة. حاضر. مثل الأعلى في الغنى طبعا أستاذ محمد عبد الوهاب، مين تاني؟ حد تاني؟ هو من القدام من الجيل الجديد بقى كله يعني، أستاذ أمال ماهر طبعا، أستاذة شيرين، أستاذ أحمد سعد، لا كتير كتير فعلا. وفي الحياة العامة، مين مثلك العام؟ رئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. لما تكبر عايز تبقى ايه؟ نفسي اطلع ظابط بحري. بعيد عن الغرفة خالص. لا بابا كان بيقول لي يعني انا شايفك كده، وكان نفسه يعني اطلع كده. انت تبقى حابب لو هو ظابط اكيد بحري او حابب. تبقى لا حابب طبعا، انت تبقى حابب تبقى ظابط بحري ولا تكمل في الغنى ومشوارك في الغنى؟ هو بس لو الغنى طبعا الاتنين يا ريت مستواه يعني، كويس. الاتنين يعني. الاثنين. طب شفت ازاي او حسيت ازاي فوز الرئيس السيسي؟ نزلت في شارك طبعا الناس في الشارع؟ طبعا نزلت الاتحادية، عملت حفلة هناك، كنت أنا وأستاذ هشام عباس وأستاذ إيهاب توفيق، وكان في فنانين كتير يعني، والحمد لله الحفلة كانت حلوة، وكنا كلنا فرحانين طبعا لفوز الشريف عبد الفتاح السيسي. طب لو عايز توجه رسالة مثلا لمصر بعد فوز الرئيس السيسي، المصريين بشكل عام يعني، تقول لهم أول حاجة اللي أنت انا عايز بقول يعني يا ريت كل واحد يراعي ضميره، يا ريت يعني من الغفير لغاية سيادة الرئيس، ولازم كلنا يعني نساعد الرئيس السيسي طبعا، لانه اكيد مش هينهض البلد لوحده، وفعلا هي ارادة الشعب يعني هي المفتاح للقيام بالبلد ان شاء الله. سيف، قبل ما نختم عايزك تختم لنا بأغنية ابن الشهيد. أحب أعرف الجميع وأديكوا نبذة عن حياته، ليا الشرف والدي الشهيد اللي أفتخر بإنجازاته، فعز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن وباستماته، عرض حياته ألف مرة للضياع، ما يستاهلش كره أبدا أو شماته، وأحب أفكركم جميعا لو نسيت اللي اتحرم دلوقتي منه قلبي.
حياته وعشان آمنا بالقدر وبالشهادة، قلنا العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. أيوة العمل لأجل الوطن أفضل عبادة.